ala sayyidina Muhammadin wa salli alayhi wa ala ali sayyidina Muhammad wa رسول الله لا يرديك هذا الحال للعرب ولا يرديك ما يبدو من الإعلام في الغرب ولكن حسبنا يرضيك عودتنا إلى الدرب بعودتنا إلى الإسلام تعلو رايته راية الحب من الأزمات يغرني شعور أن لي سبب فلو أني إلى الإسلام حقا كنت أنتسب لما قالت محمدنا رسول صاغها الكذب ولعمت محافلنا دعوى فهل أدب عذرا رسول الله عذرا حبيب الله 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 يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي أنت المرتجى يا مسيحا اشفع لنا حبيبنا يا رسول الله.
لنا.